لان دي بتاع دي في تايلاند وناس كتير شافوها وناس ما يعرفوهاش. دي ضفدعه هاند ميد، فكره عبقريه قوي. لو انت ستريس، لو انت متوتر او انت مضغوط مودك مش حلو، بتشتغل عليها وبتقدر تجيب صوت الضفدعه. دي بتسحب الطاقه السلبيه من الجسم يا جماعه، وتضيف مكانها طاقه سلبيه جديده اكثر احباطا.